مشاهدينا في برنامجكم رسالة لتشاهدوا عبر قناة المستقبل الجزائرية. اليوم رانا في ولاية المسيلة تحديدا في دائرة مقرة بلدية مقرة، وراح نزوروا عائلة السيد منصور فواز ونشوفوا ولده محمد الأمين مصاب بالسرطان. يلا مشاهدينا ندخلوا لدار السيد فواز ونتعرفوا على عائلته ونتعرفوا على الطفل محمد الأمين. مرحبا بك سيد فواز ونشكرك لانك استقبلتنا في المنزل. وانتم تشرفنا بكم قناة المستقبل ومرحبا بكم، والبيت راه مفتوح لكم ومتشرفين بكم في اي وقت. هذا واش نقول لك اختي، هذه حاجة ربي مرحبا بها. اول حاجة الحمد لله، لانه ربي رزقنا بنعمة الاولاد، واللي حب يدي مرحبا به، هو اللي حب يعطي هو اللي حب يدي. مرحبا بك يا رب. احنا عندنا الاولاد كاين اللي ما عندوش الاولاد، هذه حاجة ربي نخليوها بجهة الحمد لله. وليدي بنقول لك مش يعني راه يعاني معاناة أكبر من الأول. هو صح اكتشفنا بلي اللي عنده مرض السرطان كانت عنده حبة في الكلوة 16 سنتيم. بعد الإجراء تاع العملية درنا له قبل ما نديرو العملية درنا له لاشيمي، درنا له حصص منا مع طبيبة مباركي، تبعناها بعد تقلص الحبة نحيوها. بعد العملية ولا يعاني أكثر من اللي كان المرة الأولى. زاد الوضع تاع الصحي، زاد سائل الوضع الصحي تاعو عاد لدرجة أنه عاد ما يقدرش يمشي، ما يقدرش ينوض، ما يتحركش. حنا اللي نقلبوه دايرين له الماطلة هذيك تاع تمشي بالتريسيتي. المهم هكذا هاي هزات أمه هكذا تمسو يبكي. المهم راه يعاني في معاناة كبيرة. أنا حاب نعرف بني هذا، معليش الا مشى له المرض هذا مرحبا بربي، احب نفرغ قلبي. انا هضرت مع الدكتوره قلت لها حكي لنا، حاب ندير له سنتيغرافي ولا ديك تخسر. انا مستعد على بني نخسر عمري، فهمتي؟ مستعد نخسر. انا كم يقول لك هذه حاجه ربي مرحبا، كون جات الروح تتمد روحي ما نبثها لبني. انا الحمد لله عشت وشفت وهذا ماشي، مرحبا بربي. مانيش نقلط، مانيش قلق من رحمه ربي الحمد لله، وانما على الاقل يريح بلي ليش تنصطر.
هذه حاجه ربي، لا حب ربي يشفي. الاطباء السيد فواز حاليا شنو يقولوا لك بعد العمليه؟ بعد العمليه قالت لك، قالت لنا دكتوره مي باركي مشى له في العظام، ما يديروا في التريتمون تاع تاع لاشيمي، بدلوا له بروتوكول تاع لاشيمي. مازال بصح بزاف الحاله الصحيه تاعو زايده غير تزيد، الوضع زايد غير يتازم. درنا له 24 حصه راديو ثيرابي في البيت. هي من وقتها حكم هذا المرض سيد؟ المرض هذا عنده مدة عام والله يعرف، تتجاوز العام. يعني كان عمره 4 سنوات، حاليا 5 سنوات. كيفاش عرفتوا بلي راه عنده سرطان؟ كيفاش اكتشفتوا المرض؟ والله غير يا اختي واش نقول لك، مجرد كيما هكذا مرض واحد يقول لنا ما عرفش شنو من بعد حنا نوينا باش نطهروه. نوينا باش نطهروه هذا الملكة، بابا طهرني بابا طهرني. نقول به طهروه، طاح مرض شويه هكا ديناه طب. واحد يقول لك عنده نصران، واحد يقول لك عنده كلاجمو. المهم عيا طلعت وسخانه حتى ل 40، ما حبش تحضر لي. المهم لعبت بيا لدرجه انني وليت نجادل في الطبه. تعطيني قلت لك تعطيني في التراتمو، ماهيش مش دير باش تفيد في الطفل. قلت له اعطيني، وليت انا اللي دوموندي. قلت له خويا اعطيني نغسل على بني ندير له سكانير. قال لي قلت له نغسل مستعمل. درنا له سكانير، ملي درنا له سكانير اكتشفنا بلي عنده حبه في الكلوه، ما يقدرش يصرف. اسكو ورم خبيث، اسكو كونسير، اسكو حبه عاديه، اسكو ورم حامض. المهم قال لي يعني، ولينا درنا كثر، درنا تعيارات، طلعت تعيار في فرنسا، دخلنا للصحيف طلعوا لي تعيارات من تعيين بلي عنده ورم خبيث. وشنو نقول لك؟ يعني كما تشوفوا مشاهدينا، محمد الامين عالم من الالم، ما قدرش حتى يتحرك الوالده تاعو. اذا كما شفتوا مشاهدينا، محمد الامين كي كان في حضن الوالده تاعو كان يتالم من المسطر من اللي في العظم تاعو، يعني معاناه والله يعجز لسان عن التعبير كي نشوفوها في الصوره. حتى انحطت الوالده تاعو كما راكم تشوفوا، لازم يرقد في هذه الوضعيه باه ما يتألمش. ومعنا الوالدة تاعو الآن باه تحكي لنا شوية على التفاصيل، بما أنه هي الوالدة تقدر تعبر على حنان الأمومة، على إحساس الأمومة. تحكي لنا شوية على محمد الأمين، على المعاناة تاعو، وكيفاش راه تفوت الأيامات تاعها معاه. مرحبا بك مدام. نشكرك مدام لأنك راكي معنا. حبينا برك نوجهوك شوية الأسئلة، مجموعة من الأسئلة باه نتعرفوا على الوضعية تاع محمد الأمين أكثر وأكثر، وبهذا كأم نقدروا نعيشوا معاك الوضع اللي راك تعيشيه أنت مع محمد الأمين. بداية مدام، أنت دركا تحكي لنا على الوضع الصحي تاعو من ناحية الوجبات الغذائية، أسكو ياكل ما ياكلش، يرقد ما يرقدش، كما رانا نشوفوه كان يتألم لأنه قاعد في هذيك الوضعية. أنت احكي لنا، الكاميرا راهي قدامك، احكي عادي جدا واحكي لنا أي حاجة تتعلق بحياته اليومية، تفضلي. والله كيما كتشوفي الميكل ما ياكلش طول، خدم عنده سطر، سطر ما يخليهش ياكل لا يشرب لا يقعد. كيفاش راكي تتعاملي معاه هذا؟ هو يبات عيني تعذب وانا بدات نتعذب معاه، يبات عيني ترى تقول يا ماما ليه الولاد الكل يردوا وانا بدات نتعذب. نقول لهم عليه قالوا بابا قول الحمد لله، قول الحمد لله يا ربي. ولعاد يقولوا يا ربي ليه البنت خافتي ليه مني وانا بدات نتعذب. ميرقدش طول، ميرقدش يبات كيما مرض اللي كضاف الحبل، ميرقدش طول. تولي تحسس من خواتاتو، تطيش لهم عند جدهم. هو فقط لتذكير مشاهدينا، والله بنتي عندي وحده عندها عامين عندها ركحان، عام ما ردتش مسكينه في حضني ليله. نعم مدام، كما قلت مشاهدينا، نذكركم بلي محمد الامين عنده جوج خواتات، واحده في عمرها عامين والاخرى في عمرها 11 سنه. كما راه تحكي الوالده نتاعو، اليوم يتحسسوا هو اللي يتحسس منهم، كي يشوف اختو الصغيره تلعب ما يحملهاش، ما يحبش حتى المراهقه يتفرج كيفاش، ويحب حتى هو يلعب ويخرج ويجري كما هو كما كانوا كما بنات صغار كانوا. تفضلي مدام كملي. والله الحمد لله، يعني بشي الله ربي، الحمد لله يا ربي. انا يا الحاجة الوحيدة اللي نحوس عليها اللي بدي نحبس غير الوجع برك. المرض الحمد لله يعني رضينا به الحمد لله، ما عندناش ما راح نديرو، رانا نداويو واش يقولوا لنا الطب نديرو وعلى ربي وخلاص. راك تباتي سهرانة معاك والله مجد. والله بات قاعد، بات قاعد ملي ما ياكلش غير نحي فروح ودريع ويتألم من المفاصل تاعو كيما كنا نشوفو بلي رجلي ما يقدرش يكسر، ما يكسرش رجليه، ما يتقلبش، ما يبات يتوجع مسكين.
بغيت يتوجه ما ينوضش من هذيك البلاصه نهائيا ما ينوضش طول هذا راه مكامل غير بريبيري كون كاش ما ينوضش مدام كيفاش درك حاج محمد قال لي كيما كيفاش راك تعاني مع خواتاته اسكو هذا اثر في علاقتك مع خواتاته كيفاش راك تعاني والله ما عرفت هو كيفاش علاقته مع خواتاته والله تاسف مشاهدينا كنا نتمنوا انه خواتات محمد الان يكون حاضرين معنا حتى دابا نتعرف عليهم بان وعوكم ثاني علاقتهم بمحمد الامين لكن للاسف الوالده تعرض هذيك شويه على هذه العلاقه اللي بيناتهم كيف ما يقدرش عاد ما يقدرش يشوف صوتو حتى الصغير عاد ما يقدرش يشوفها تمشي قدامه وتشطح قدامه وتلعب قدامه وتهضر قدامه عاد ما يحملش قال لها ماما هي تلعب ولا ما لعبش هي تمشي ولا ما تمشيش يقول لي اضربيها اضربيها هي ما هي مش مريضه وانا اللي مريض اضربيها نحسو شو رجع نحس باللي راه نحس باللي راه ناقص باللي راه عاجز باللي راه هنا وكان جا حتى وكان جا لقيت هكذا والله تقولي الحمد لله يخطي يصطادك هو يحس بيكم كشوف كتير الاب تاعو راكم هكذا تعلموا كشوفكم تبكوا كشوفكم قلت لي نبكي وش عليه ما ديما نسيتك قدامه نبكي وش قدامه لا نبكي وش قدامه ما نحسوهش هكذا ما نحسوهش لكن ليلى هي كاينة واحدة ليلى ثلاثة تاع الصباح ثلاثة زوج ونص بيتي قالت لي مات ثلاثة والله زوج ونص ثلاثة ما نقول لك انا عييت شغل غاف فات عليا عيني كيما هذا كي ديال الكلمة هذه والله غير خصني شنو كلمة سيدي قال لي هو هضر مع ماما قال لها ماما ماما علاه يعني الولاد كلهم يلعبوا ويجريوا برا علاه نصر عليها هكذا تعرفي كي قالها قلت له كنت في مرحلة تاع السوبيات تاع نرقد كي قالها فطنت انا كنت بيت وسهراني مع ثلاثة تاع الصباح نقول لك شوفي هذا كيما راك كيما راك تشوفي فيها هذا هذا راك شفتي والو هذا راه داير له البراق تاع جيزي يضربها في ذراعي كي يروح المفعول تاع البرا كي نقول لك ما تقدريش تقعدي معاه والله ما تقدري تقعدي معاه شوفي البكا تاع تاع الالم تاع السطر تاعو ومن من من السطر بزاف كيهضر لك هضره كيف تقولي هذا عمره 5 سنين والله غير تشوفي حي حاجه اخرى قلت لك كثير من السطر بزاف يقول لي هضر هضره تكذبي تقولي هذا اللي كان في عمره 5 سنين واش راه نقول لك الاطباء حاليا سيد فضل الاطباء حاليا خوتي رانا نقول لك صراحه انا والله غير نهضر لك لا فيريتي انا انسان مالغري مثقف بصح ما نفهمش فرونسي هما كل يهضروا فرونسي اون فرونسي كون تعرفوني يهضروا معايا كان ممكن كاين حكايات بزاف ما نفهمهاش شغل هذا مشكل في التواصل بينك وبينه ما تقدرش تستوعب ولا تفهم حالة تاع ولدك حتى المره ما يهضروك فرونسي كاين قلت لك هضرات يهضروا انا انسان نفهم عربيه دارجة عربيه فصحى نفهم صافي حتى من هضره تاع فرونسي نحشم بها نعاود نرجع ليها نقول لها واش كنت تقولي لي والله طبيب واش كنت تقول لي والله مشكل مشكل كبير هذا هو المشكل الكبير هضره كاين هضره صراحة دكتورة ميبارك تهضر معايا هكذا عربية تهضر معايا عربية نورمال كاين وين تروح الدكاترة اخرين مكانش تهضر اون فرونسي طول البروتوكول تاعو نتبعو في البروتوكول تاعو دار له البروتوكول تاع العظام نتبعو في البروتوكول تاعو قلت لك هذا بلاء ربي مرحبا به حنا مالاش نحوسو الطب هادو ويديرو لنا حاجة فوق يديهم نحوسو غير نكالميو الوسطى وسيد فواز وانت اوضاعك بما انك ظال مع محمد الامين تقعد معاه في الليل تقعد معاه في النهار حاب يقول بلي ماكش تخدم شوفي نقول لك شي حاجه شو على الوضع نتاعك وعلى العائله نتاعك بما انك رب الاسره شوفي اول حاجه نشكر الناس اللي وقفت معايا باه ما ننكرش خير الناس كاينين الناس وقفت معايا نشكرهم مانيش حاب نسميهم بالاسم كاينين الناس كاينين الجمعيات هكذا زوج ولا ثلاثه جمعيات خلي كيما يقول لك يجازيهم ربي خير مني انا خلي جزائهم عند ربي ما نذكروش اسماء كاين اشخاص وقفت معايا قلت لك ان شاء الله ربي يجعلهم في ميزان الحسنات ان شاء الله الخدمه والله ماني خدام لانني اكثر مع بني سوتو سبيطار وش نقول لك ولادي من هي هاملين ما نقدرهم عند بجدهم راهم هاملين مادام مش معهم بيهم راهم هاملين ظروفي كيفاش راكم عايشين واش راكم تاكلوا واش راكم ظروفي قلت لك جد قاسيه جد قاسيه ظروفي جد قاسيه معي بصح والله غير نستغنى عليها نستغنى قلت لك نستغنى على الماكله والشراب من اجل ابني
كيما حكيت لي المدام تاعك قبيل كنت انا وياها على انفراد وحكيت لي باللي راه الدار كيما رانا نشوفوا فيها باللي راها تطر عليكم الدار رانا في حاله مزريه عندنا كيما رانا في وقت للصالون في الكولوار ثاني كامل شمره كوزينه حشيك حشاك داك الطواليت والدوش كي تعود كي تجيب ربي المطر ولا غير تشوفي البسينات في كل بلاصه كل شوره كيعيشها برا درنا تحقنا بالسلطات درنا كي انا كي جاري هذا اللي من رحنا جرينا وعندي وثائق رسميه خسروا عمال يجي ويجي يدير لك شويه زفت منا من هي ويعاود يروح كي تعاود تشوف هذه الوضعيه سي الوضعيه هذه عندها مده تقريبا 5 سنين احنا هكذا ولا 6 سنين هي شحال عندكم انتم في هذا البيت يعني قبل ما تصير الوضعيه شحال عندكم اللي سكنتوا هنا عندنا 10 سنين 10 سنوات اكثر من 10 سنين لا عندنا 10 سنوات يعني سكننا في 2010 في اواخر 2010 وهذا السكن اجتماعي سكن اجتماعي انا كي سكنتوا شحال من الوقت باه بدات تقطر عليكم هذا هي مده عام بدات تبان كيما راك تشوفي هذه تخرج الصوريه يعني عطاوكم السكنه عام بدات الدار تبان شغل العيوب تاع مده 3 سنين ولا 4 ولات تسيح حنا كي بانوا هذوك المرا الاولاد كي الشغل كي تشرب الدار بانت صفوريه بار كي طلع معاهم قال لك نورمال برك عادي دوك ما كي طلعنا حنا للسطح الاماره الفوق وراهم دايرين هذوك المجال اللي يشربوا الماء ما كاينين بصح جايين في عقبه كل شغل الماء هنا وهما جايين لهي الفوق شو نقول لك احنا نتمنوا ان شاء الله ربي اول حاجه ربي ان شاء الله يجيب لنا شفاء للطفيل هذا ان شاء الله ربي ان شاء الله وثاني حاجة نطلبوا إن شاء الله ربي يصلح لنا بلادنا إن شاء الله وحكام بلادنا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وإن شاء الله نطلبوا ربي من المسؤولين هذو وما تخافوش العباد خافوا ربي خافوا فينا ربي تروح المسؤول تباه يجي يصلح لك دار كل شو تحس راه يدير في المزية كل شو راه تواصلت مع مسؤولين الدائرة لأنه السيد فواز منصوري راه مقيم بلدية مقرد دائرة مقرى ولاية المسيرة أنا شوفي اتصلت وعندي وثائق رسمية ورحت حتى لو بيجي اللي متكلفة بهذا تاع السكن ورحنا تاع دار السيانة واتصلنا جاو باه نقول لك ما جاو جاو بصح ما جاوش قالوا لنا كيما نقول لك سطح الشامل هكذا ما رموناش سطح لا دير بلاكا هاي الوضع راه زايد يزيد راه زايد يزيد الوضع تاع السكن راه زايد يزيد راه كل يوم زايده تزيد الحاله كل يوم تخرج لنا بلاصه كل يوم تعين لنا بلاصه دروك حنايا كون جاو رمونا السطح تاع العماره تاعي وحبست راني خدمت انا داري من داخل وتهني الناس الكل وهما داو حقوقهم وفي المشكل هذا حنايا مشكل لان واقعين فيه مع الملائكه هذا وهذا امر ربي مرحبا به وتزيد المشكل تاع الدار تطر عليك الامور كيما نقول لك زايده تسوء برك الحالة الاجتماعية خليها على ربي راه يعلم بها الرب سبحانه عندي حانوت منها وراء سامي شمولي ولا بالكريدي رحت له البارح قال لي فوزي قلت له شنو كان بينك تسيني منا عطيني رطار طماطم قال لي فوزي انت امو عندك ظروف ها شو نقول لك حالتي خليها على ربي ما كبر لا غير يجيب لنا ربي الشفاء الطفيل هذا والله يتكالميو بلاش الطب يبذلوا مجهود باه يكالميو له هذا السطر هذا اللي جات من عند ربي مرحبا به ليش تم ما ناكلوش ما نشربوش مرحبا به اكيد طبعا اذا مشاهدينا في ختام العدد نخلي السيد فواز سيدي تفضل مباشره الكاميرا امامك تفضل احكي واش راك حاب من الناس الخير واش راك حاب من الناس اللي تساعدك والرساله اللي توجهها للمجتمع المدني وكذا للسلطات المحليه في ولايه المسيله باه يعاونوكم وش نقول لك نطلب ان شاء الله من الناس المحسنين وناس الخير واللي الناس اصحاب الايادي البيضاء نحتاج الناس اللي عندهم الرحمه في قلوبهم انا نقول لك صراحه الحمد لله يعرفوني الناس باللي كنت خدام لاباس عني وما كانش اللي يقول لك مول التاج ويحتاج انا ظروفي والله صعبه جدا 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 تجاه بني نطلب من المحسنين ومن الناس الخير يراعيوا للملائكة هذا معليش انا ما نعطيناش دراهم الا كان عنده اشعه راديو خلصوا له راديو عنده دواء شري له دواء مانيش محتاج به الناس تعطيني دراهم انا ليش تم ناكل ما نشرب
انا قابلها مليك هذا والله راه يعاني، وانا ظروفي والله جد صعبه جدا، والخدمه والله ماني خدام يعني ولا ما يخلينيش نخرج اصلا من البيت. انا كنت خدام مع واحد صاحبي يعيط لك نقول له والله، وعلى باله بيا بلا يعني، لانه امه مسكينه الله يرحمها عانات بنفس المرض هذا. وطلب من المحسنين يعاونوني لوجه ربي ولوجه الملائكه هذا، وربي يجعلهم في ميزان الحسنات تاعهم. ونشكر الناس اللي عاونتني ثاني، ما ننكرش خيرهم ما نسميهمش، نشكر الجمعيات اللي عاونتني. ونطلب الطلب الاخير هذا من السلطات المحليه يراعيو لينا، رانا نعانيو من السكن هذا، راه الدار راح تريب علينا، رانا كي جينا الشتاء والله غير شوفي كل شهور انا بيتين برا. نطلب من المسؤولين الكبار ولا الصغار، نطلب من المسؤولين تاع دائرة مقرى وبلدية مقرى ومن تاع ولاية المسيلة ومن وزارة السكن يراعيو لينا، رانا نعانيو ورانا في سكن راح تطيح علينا الدار، الدار راح تطيح علينا. رانا جرينا 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 عيينا ما لقينا وين نصدو، ما قدرنا نجريو لا بالطفل هذا لا للدار لا للمعيشة. يرحم والديكم، نطلب من المسؤولين يراعيو لينا في أقرب الأجيال، يجي يصلحوا لنا العمارة هذه تاعنا، ويرحم والديكم وكثر خيركم. والشكر والجزيل لقناة شور القناة المستقبل، نشكرهم شكرا جزيلا، جاونا ورعاو الملائكة هذا. نطلب إن شاء الله ربي يجازيكم، وإن شاء الله ربي يدلكم مستقبل أفضل وأحسن، وجزاكم الله خير ويرحم والديكم وكثر خير. اذا مشاهدينا كيما شفتوا رانا كنا في منزل السيد منصور فواز مع الزوجه تاعو، وشفنا حاله محمد الامين المريض بالسرطان، نتمنوا الشفاء العاجل ان شاء الله. نشكر الزوجه تاعو على قوه الايمان تاعها والصبر، يعني نعم المراه الجزائريه ومثال للمراه الجزائريه المكافحه اللي رغم كل الظروف، الظروف الماديه والتعب النفسي، قدرت توقف مع الزوج تاعها وتوقف مع الابن تاعها، ان شاء الله ربي يحفظهم لها. نشكر كذلك السيد منصور فواز على الاستقبال تاعو وفتح لنا البيت تاعو. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله اقول انه نوصلوا الميساج تاعكم للسلطات المعنيه والناس الخير، الناس اللي مازال في قلبها الايمان واللي تقدر ان شاء الله انه تعاونكم ان شاء الله يا ربي. نتمنوا الشفاء العاجل لمحمد الامين. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا ختام الحصه تاعنا في هذا العدد الاول من برنامج رساله. تهلاو في روحكم، نلتقي في الاعداد المقبله ان شاء الله.